موجز لاخر الاخبار من اورينت نيوز، اهلا بكم. قال مراسلنا في اللاذقيه ان صاروخا ثانيا مصدره مرفأ اللاذقيه العسكري سقط في حي الامريكان وسط المدينه دون ان ينفجر. هذا وشهد حي مرتقلة ظهر اليوم دوي انفجار كبير جراء صاروخ تسبب بسقوط عده قدلى واضرار بالغه باحد الابنيه. واظهرت صور تصاعد دخان اصفر من موقع الانفجار دون معرفه اسبابه، في حين قالت مواقع للنظام ان الصاروخ خرج بالخطا من احد الزوارق الحربيه في مرفأ اللاذقية. تمكنت الفرقة الساحلية الأولى من تحرير تلة قرية السرايا في جبل التركمان بريف اللاذقية إثر هجوم مباغت. وأضافت الفرقة على موقعها الرسمي أن عشرات عناصر النظام وقعوا بين قتيل وجريح أثناء اقتحام التلة الواقعة بين السرايا والميدان، فيما لاذ البقية بالفرار إلى النقاط العسكرية الخلفية. هذا وتصدى الثوار بالمضادات الأرضية لمحاولات طائرات النظام تغطية انسحاب عناصرها، كما استهدفت تلك الغارات عدة قرى وبلدات محيطة بالتلة. بدأت عدة فصائل عسكرية في حلب معركة تهدف للسيطرة على حلب القديمة والشيخ سعيد والراموسة. وقالت شبكة شام الإخبارية أن كتائب الصفوة الإسلامية والفوج الأول والفرقة 101 سيطروا فجر اليوم على عدة مقرات ومباني للنظام في عوجة الكيالي بحي النصر، كما دمروا مراصد ودشما لقناصة النظام في حلب القديمة. أعلنت جيسي شاهين المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا أن المشاورات متواصلة حول الأزمة السورية، حيث التقى ديمستورا وفدا من المنظمة الآشورية الديمقراطية في جنيف. وأضافت شاهين أن الوفد أبلغ ديمستورا برؤية المؤسسة لتحقيق تسوية سياسية في سوريا، كما التقى المبعوث أيضا وفدا من مجلس التركمان السوري بقيادة عبد الرحمن مصطفى الذي تقاسم وجهات النظر حول حل سياسي في سوريا. ختام الموجز، إلى اللقاء.